صار في انتقال من العمل الجماهيري إلى العمل المنظم وخاصة بعد 90 وال91. في هناك مجموعة كبيرة جدا من شبابنا اضطردت، يعني بمعنى أنه عندما كان يطلبه الاحتلال هو كان يرفض أن يذهب إلى الاحتلال ويسلم نفسه. هذه الظاهرة، ظاهرة الرفض الذهاب إلى المعتقل، شكلت ظاهرة المطاردين. المطاردين الذين جزء منهم قاوموا الاحتلال بشكل إما بالمليتوب أو إما يعني بقتل العملاء أو قتل، يعني قتل مستوطن أو قتل صهيوني أو قتل جندي من جنود الاحتلال، وبناء على ذلك يتم ملاحقته وهو يبقى مطارد. في هذه الفترة أنا كنت جزء من هؤلاء الأخوة وشاركت في قتل مستوطن إسرائيلي كان يدخل إلى مدينة رفح. كان القوات الإسرائيلية تداهم هذا البيت، وإذا لم تداهمه كانت تقصف هذا البيت وتدمر هذا البيت على ساكنيه. وهناك تجربة كبيرة، وهناك رأينا الكثير من الأحداث في مناطق، في بيوت، يعني في هناك منطقة الإقضاء عندنا برفح كان في هناك أحداث، دمرت أكثر من 4-5 بيوت لتواجد مجموعة من المطاردين. The Intifada had entered a new phase. Palestinian resistance hardened. So did the Israeli response.